بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في بداية هذا اللقاء الطيب، طبعا نرحب بضيوفنا الكرام بالحضور، ولا ننسى نشكر مكتبة الشيخ محمد بن راشد على دورهم المؤسسي للتنمية والعطاء في الفن والثقافة. طبعا اليوم لقانا راح نجسد دور الفن وراح نسمعها من ضيوفنا ان شاء الله. خلونا نتعرف على ضيوفنا وبعدين معانا الفنان اشرف راح يسمعنا على العود. يسرنا ان نرحب بضيفتنا او ضيفه هذه الجلسه الدكتوره كريمه الشمالي استاذه في كليه الفنون الجميله والتصميم في جامعه الشارقه. نرحب بها. وايضا معنا الاستاذ عبد الجبار مسؤول الفنون في جامعة القاسمية، ورحب فيهم ونقول لهم أهلا وسهلا بوجودكم معنا في هذه الجلسة. سؤالنا الأولي بيكون حق الأستاذة والدكتورة كريمة. نحن دائما نستمع عن اللوحات الفنية والتشكيل وأنواع الفن، ممكن تخبرينا عن هذه الأشياء؟ التشكيل مو بس لوحة فنية، التشكيل عندنا النحت، عندنا لوحة فنية، عندنا التصوير الفوتوغرافي، عندنا الأفلام، هذه عندنا الطباعة سواء الطباعة الحرارية أو الطباعة، هذه كلها في تحت منظمة التشكيل أو الفن التشكيلي. فاحنا اليوم مثل ما احنا شايفين اليوم عندنا اللوحات الموجوده، لو في واحد وقف ثاني على كل لوحه راح يشوف كل لوحه مختلفه على الثانيه من حيث الخامه، من حيث الموضوع، من حيث غير موضوع الخامات نفسها. يعني احنا اللوحه الفنيه عندنا نستخدم فيها الوان مائيه او الوان اكريليك او حتى الفحم او قلم الرصاص او الوان زيتيه. فالاختلاف في الأشكال أو اختلاف الفن التشكيلي يعتمد على ذوقية الفنان. هو الفنان حابب يستخدم شنو؟ حابب يطرح من أو مثلاً رسالته أو تعبيره أو غيره من أي تقنية يبي يطرحها. فمثلاً هني نشوف إن لكلها لوحات فنية. أيضاً اللوحات الفنية عندنا بعد أنواع. في اللوحة الصغيرة اللي يسمونها المنملمات. في اللوحة بهالحجم الطبيعي، وفي عندنا الجداريات اللي توصل حوالي 6 متر 7 متر 10 متر. هذه الجداريات تعبير عن عمل فني او الساعده انه هو يستخدم هذه الادوات وهذه المواد في انتاج عمل فني، او احنا نقول عمل فني انتاج العمل الابداعي. في هذه الحاله قد مثلا اكون مثلا استخدم تصوير فوتوغرافي، لان قد يكون التصوير الفوتوغرافي هو اللي يساعدني في توصيل رسالة أنا عندي أبي المتفرج أو الزائر للمعرض يشوف من كلامه أو اللي هو ثلاثية الأبعاد، بحيث أن المتلقي أو الزائر للمعرض يشوف العمل من كل الاتجاهات. هذا كله تعتمد على الفنان نفسه، أي تقنية أو أي أسلوب أنا بستخدم في طرح عمل الفني الإبداعي أو رسالتي اللي أنا أبوجهها للمتلقي. شكرا للدكتورة. وننتقل نريح شوي مع أخونا المحترم ما شاء الله عليه العازف اللي هو الأستاذ أشرف العوض، وبعدين نرجع للأستاذ. Thank you.
شكرا لك. صن يعني الفن لما الواحد يسمع يقول لك والله هذا ماهر وهذا عنده مهاره وهذا عنده ادوات، وين تجي هذه الاشياء؟ من وين تجي يعني؟ هل تجي من علمنا او تجي من العلم او تجي من الاشياء اللي قاعد نشوفها؟ ما قال لك حضرتك انه في مجموعه علوم لازم واحد يتعلمها ويضيف لنا موضوع المهاره مثل ما عم تفضل. المهاره هو شوف الفن بحر ما له نهاية. نعم. وكل ما واحد غاص فيه أكثر مو بحس إنه إنجاز، بحس قديش لسه ناقصه، بحس بده لسه أكثر بكثير. فبده أول شيء يتسلح بالمعلومات الصحيحة والقواعد، وما يستعجل على إنه ينتج لوحة، لأنه إنتاج اللوحة مسؤولية. أنا لما بدي أنتج لوحة ما بقدر ضل دافع عنها، ما بقدر ضل واقف جنب لوحتي وأقول لهم شوفوا قديش حلوة. نعم. فلما تكون هي لوحة قوية بذاتها خلاص هي بتشيل نفسها. فأنا بدي أول شيء أسلح نفسي بالعلم زائد المهارة، مهارات يومية والتجريب، تقنيات لا تنتهي. من خلال شو قاعد يصير في المجتمع، شو قاعد يصير، هذه الأمور كلها تأثر، يعني كل مؤثرات خارجية تأثر على الفنان داخليا، فتستفز عنده الطاقة الإبداعية فينتج أعمال فنية. خلينا نقول يعني مثلا خاصة إحنا في أيام ما لا يعود علينا أيام كورونا. صحيح. صح؟ أيام كورونا نلاحظ معظم الفترة هذه معظم الفنانين أنتجوا أعمال تتعلق بفيروس كورونا، الفنانات تأثروا في الموضوع، حتى يعني عملية التباعد الاجتماعي اللي صار، العزل، الكمامات اللي يصير يعني ما لا يعود علينا إن شاء الله، فهذه أثرت تشوفها في الأعمال الفنية سواء نحت أو تصوير أو أفلام أو الأوقات الفنية، فهذه كلها مؤشرات. حتى الزيارات الشخصية على موضوع والأهلية الأهل بين الأهل أثرت بعد. أزين. مو بس نعم. ففي ناس أخذتها إيجابي سلبي هاي الفترة. سلبي بحيث إنه أصلاً يعني العزل هذا، بس إيجابي الناس في هاي الفترة صارت تنظم أشياء كثيرة هي ما كانت منظمتها قبل في حياتها. ردت اكتشفت، رجعت للذات، انت تقول رجعت لها الذات للفتره. انا يعني هاي الفتره كانت فتره غنى فنيه، يعني انتجت اعمال فنيات يعني رهيبه، لان انت في البيت محصور ما عندك اي نشاط اجتماعي، فخلك وعبر عن هاي الفتره واشتغل قد ما تقدر كفنان، او حتى مجال الكتابه يعني صرت اكتب، يعني اعطتني فرصه اني اقرا في خطواتك شوي شوي بيمشي صح، اما تعطيه كلام نظري وتتركه. نعم. ماضي طبعا عشان انا كنت دكتوره في الجامعه، طبعا بندرس احنا الطلبه، يمكن نختلف احنا في اسلوب التعليم. احنا شو نسوي؟ احنا نحط طبيعه صامته قدام الطالب زين، وطبعا نقول له يعني نوع الورقه والبنسل،
ولأن علمنا طبعاً يكون إحنا يعني شايفين بس نظري كيف عملية قياس النتو التناسب. يعني أنا لما أحط مثلاً كيف أقيس؟ ما بقيس ولي هالطريقة مستحيل. أنا لازم بقيس بالقلم، القلم يكون خط البين مستقيمة، لأنها هذا ما راح يتغير طرقة، لكن كذي 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 راح يتغير الطول. فلما يكون حاط القلم حاطة بذيلة من علم النسب، فالطالب يبتدي يحط الأوتلاين يعني من الحدود الخارجية للطبيعة اللي قدامه. هني أنا دوري إني أنا أمشي على كل طالب أشوفه هل خلى النسب صحيحة. هني أنا صمت، يعني أنا خلي الطالب هو يبتدي، لأن أنا يعني أنا لما أعلم ما أرسم قدامه، لأن إذا رسمت قدامه راح أخوفه. فأنا خلي هو يشتغل وهو يحط بي وأنا أعدل له بكل بساطة. يعني إحنا عندنا الجامعة الاستوديوهات 4 ساعات، فعملية كلها على كل شغل 18 طالب، فألف عليهم تقريبا 3 مرات في الاستوديو بحيث إن أنا أصلح له، وراح يرتقي ويرتقي شوي شوي. يعني ما يعني أنا أسوي يمكن مختلف عن الأستاذ زميلي، بس أنا ما أحب أخوف الطالب، لأن إذا خوفته وقد وشافني يعني أنا عندي قدرة إني أرسم وغيره راح يخاف شوية كش، خاصة إنه جاي يعني الطالب من ثانوية عامة، يعني منتقل من ثانوية عامة وعند جاي من الجامعة عشان يدخل في مجال. فيعني أنا طريقتي هكذا كأسلوبي مع الطالب، أبتدي معاه من خلاله مو من خلالي أنا. شكرا دكتورة. نرجع للأستاذ. التطوير والتحسين يخدم الفرد والمجتمع. حلو؟ شو المطلوب في كلمة يخدم المجتمع؟ الأول أن الفن هو جزء من هذا المجتمع. أي تطوير، أي تحديث، أي يعني كلنا نستعمل الموبايل، يعني نحن كفنانين أو الفن بشكل عام هو مرآة للمجتمع الآخر يعني. لكن الفن كتير خدم التطور. يعني أنا أذكر نحن لما كنا طلاب، حتى لما كنا أساتذة، يعني لما كنت أدرس في جامعات سورية، لما بدنا مثلا كتاب عن الألوان المائية نروح نستعيره من المكتبة ونحتفظ فيه وبعدين نرجعه بالآخر. هلأ على البنترست أو على الكمبيوتر أو على اليوتيوب نشوف فنانين كيف بيرسموا أساليبهم. التطور أكيد خدم الفنان كتير، مو شوي. أحياناً في استكشاف على عمل على الكمبيوتر، يعني مثلاً بيرسم شخص شو بدي أحط الباك جراوند، ما أجرب على الكمبيوتر حط كذا احتمال حتى ألاقي واحد جوه. قطعاً التطور فاد الفن كتير، ولكن أكثر شيء يفيد الفن ونقطة الإبداع الأساسية هي براحة الفنان واستقرار الفنان. وأنا بدي أستفيد من اسم المعرض عنا اللي هو الإمارات واحد ابتكار. البيئة الآمنة اللي نعيشها بالإمارات كلنا والطمأنينة هي أهم مكان لحتى تبدأ فيه، لأنه إذا في قلق عند الفنان ما بيبدأ، إذا في خوف ما بيبدأ. فأولاً البيئة هي بيئة إبداع وابتكار. ثانياً في ناس بيتبنى، في ناس بيساعدوا. والأهم إنه الإمارات ودبي هي قبلة للفنانين كلهم. فوجود هذا الخليط الكبير من الفنانين بيخلق تحدي جوات كل واحد منا. يعني إحنا كل يوم في فعالية، ما في معرض، في ندوة، في بتروح بتشوف بتطلع أنا وين. يعني وكأنك أنت واقف وفي تيار عم يجي الفرق، ما بتقدر بالواقف، بدك تمشي، بدك تتحرك، في تحدي قدامك. هذا أكثر شيء بيدفع الفنان ليبدأ. وإلا إذا كان بمكان قاعد بمرسم ومسكر على حال الباب، برسم برسم بعدين بمل خلاص، ما عاد في شيء جديد. شكرا لك. بعدنا عن سؤال حدد الجانب الأول في تطوير النفس، وهي تطوير المهارات. المهارات كيف نطورها؟ المهارات بدها شغل شخصي، يعني كل واحد منا بيعرف شو ناقصه.
وبيعرف وين بده يروح. يعني انا مثلا بحب الالوان المائيه، اولا بشوف الناس اللي بتشتغل مائي، بحاول اطور اسلوبي، بحاول اجرب كثير. والفنان الاخر كمان لازم يكون مثقف، يعني يشوف الدنيا وين رايحه، يقرا، يسمع موسيقى، يسمع، يشوف مسرحيات. هلا مهرجان الشرق المسرحي شغال. انا رايي الانسان خلق فنان، يعني مش لاني لو رجعنا لبدايه الخليقه هتلاقوا الفنان رسم على الكهوف، ابدع علشان خاطر يعيش. مجرد ان هو كان في الكون قدر ان هو يخترع ادوات ياكل بيها ويشرب بيها ويولع نار ويصطاد، فده في حد ذاته ان هو يعمله دفن، علشان ان هو يعمل سهم او رمح تنحت. عصركم هو عبارة عن اشخاص يعني وعملية صيد الحيوانات. فأول يعني الهدف الاساسي كانت في الرسم هي معرفة المعرفة وليس قواعد، كيف انك المعرفة البصرية، المعرفة البصرية انك انت كيف تصيد الحيوان. فلما انت جيتي في السمبوزيوم اللي عندك، هو الانسان عنده المقدرة البصرية، ما يقول شرط يكون انا عندي قواعد، القواعد ممكن اخليها عقب اذا انا اطور في نفسي، بس انا عندي المعرفة البصرية، عندي ناس قدامي قاعدين اقدر ارسم حتى لو انا كانت النسب غلط، بس انا لما حطيت الورقة حطيت اللون وحطيت قدامي وحطيتيني حصرتيني في جو فني شيء طبيعي، انا راح تكون تستفز عندي الفطرة الفنية راح تطلع بقدر ما مش تطلع. عرفت يعني كيف؟ فالفطرة موجودة، بس احنا عندنا فروقات فردية، عنده المهارة وعنده السكيل، وفي حد ما عنده، في حد عندك طفل عنده قدرة انه يرسم اكثر من اللي هو دارس القواعد وتخرج خريج الجامعة وغيره، وهو طفل بس عنده الاسكان. يعني هذا من فضل رب العالمين اللي هي البشر. العصر الحجري مثل ما تفضل الدكتورة ما كانوا يرسموا ليبدأ، كانوا يرسموا لحتى يفرجوا مثل طريق وسيط إيضاح كيف بيصطادوا كيف يشتغلوا. وأنا بدي أضيف شغله، الحضارة اللي بدأتها هي إمرأة، المرأة هي اللي بدأت الحضارة، وأنا بعتقد أن المرأة هي اللي رسمت الكهوف، لأنه الرجل عبر بهذاك الوقت كان يغيب شهر لحتى يصطاد الوحوش أو الدواب ويجيب الأكل للبيت. المرأة هي اللي زرعت وهي اللي بنت وهي اللي ربت الدواب وحلبتها وهي اللي رسمت وهي اللي عملت كل الحضارة. عرفت كيف؟ أنا دكتورة توافقني صار بتصبي خانتها الدكتورة. إيه، فمع الزمن اللي يقولوا إنه غايات الفن تغيرت. يعني إذا بدنا نأخذ الفن الحديث اللي بدأ من 500 سنة لهلا، بدأ بعصر النهضة. أول ما بدأ ما كان في كاميرا، كيف هلا نحن بنأخذ بورتريه مثلا أو نصور صورة هوية أو صورة للبيت، ما كان في، كان الفنان يقوم بهذا الدور. يعطيكم العافية. ألا أنا عبير فنانة من الأردن، أنا بس عندي مداخلة بسيطة. يعني أنا برأيي الشخصي يعني مع يعني إنه الفنان لازم يكون له بصمة، عشان الفنان يكون له بصمة ويكون مميز بلوحاته وشو مكان التكنيك اللي بيشتغله لازم يكون مشتغل على حاله، عنده موهبة مثل موهبته في الدراسة، فترك فعمل بصمة له في شغله. هلا انا عندي سؤال، لما الفنان يتنقل من اكثر من تكنيك، يعني يشتغل ديجيتال ارت، بعدين يشتغل نحت، بعدين يشتغل حفر، هل هذا الاشي بيعمل تشتت للفنان، بياثر عليه بانه ما بيخليه يتطور اكثر في تكنيك معين فيبرز، ولا كله بيثري في التجربه يعني بالنهايه؟ لانه يعتمد انتاج العمل الفني عندي على الموضوع،
شو التقنية اللي هي تساعدني في توصيل رسالتي بالنسبة لموضوعي، فأحاول أن أستخدم عندي اللي هي الأعمال المفاهيمية، خذيت فيها جوائز في جنان الشارجة، بس هذا ما يعني ما يشفت التقنية، بالعكس كم الفنان كل ما تعلم تقنيات جديدة معناته هو حط نفسه في تحدي إنه أقوى مع الرقص، عشان لما يتعلم هاي التقنية ويحط نفسه في هاي التحدي راح يبدأ أكثر. عيدة بتواجدي معاكم وما بينها النخبة من الفنانين اللي يعني صراحة مبدعين، وأيضا فخورة بكوني أصغر فنانة تشكيلية في دولة الإمارات. أريد تفسير لمفهوم التفكير غير المألوف وأهميته في توظيف الابتكار للوحة الفنية. هذا بذنينكم جاوبونا على التفكير غير المألوف. الفنان لما يتحب يعني ينتج عمل فني بيكون يبدع فيه أو يكون غير المألوف، فراح يبحث في مواد مختلفة، مواد يحاول يعني ينتج العمل من غير المألوف. يعطيك مثلا في فنانة إماراتية إيمان الهاشمي، فحاولت إن هي تطلع غير المألوف، فاستخدمت الإضاءة النيون. النيون استخدمتها في كتابات حروف. فكان أيضا عندنا في مهرجان الفنون الإسلامية غير المألوف إن هي أخذت الحديد المسلح اللي يستخدمون في للبناء. عملت في الزخرفة الإسلامية يعني بحجم كبير من هاي الحديد العادي، حطت مراية فوق وصلت بحيث إن اللي يشاهد العمل راح يشوف إن هي فعلًا زخرفة إسلامية. فالفنان هو اللي يدور على غير المألوف. إيش ليش يدور على غير المألوف؟ عشان أنا يكون عندي طاقة إبداعية مختلفة عن الآخر، ما أكون أنا نسخ من الآخر. صحيح. هذا هو صحيح. السادة اللي نسمعها أنا يعني رأيت بطريقة 100%. تنوع المواد كثير مهم. عندي صديق بتركيا فنان عالمي، السر تبعه انه ما بيستعمل نفس التكنيك مرتين باللوحة، بيبحث عن مواد، اي مواد ممكن غطى القنينة حاول يستغله يرسم فيه، احساسه غير احساس الفرشة، غير احساس السكين، غير احساس، بيحاول يستعمل مواد مختلفة وبيطلع معاه نتائج مختلفة تماما ومبهرة. مسألة واحد. بارك الله فيكم، شكرا لكم. تصوير كان اسمع خفضة دائما شيخنا وصونا وبصانا الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره، بل لما اي واحد يسألك لا تقول انا من الفجيرة، انا من دبي، انا من راس الخيمة، انا من عجمان، انا من ابو ظبي، قول له انا من دولة الامارات العربية المتحدة، وبعدين حدد بعدين حدد انك انت من دبي او من الشارقة. ليش؟ لان اسره وتعلمنا من شيوخنا الله يطول عمرهم ان نكون اسره واحده، وهذا واضح ملموس في اي مكان وين ما نسير، اوه من دوله الامارات، اوه من دوله الامارات، وهذا شيء جيد، لان الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره رئيس الدوله يحث على هذه الاشياء. يعطيكم العافيه. وحتى نحن تأكيد لكلامك، حتى نحن الوافدين كمان نحن من دولة الإمارات بالمحبة وبالانتماء الوجداني. شكرا. حتى وإن كان الجنسية الله خير، أنتوا مش وافدين، أنتوا أهل البلاد، أنتوا أهلنا. من دام الإنسان عاش على هاي الأرض يقول كيف 40 يوم على الموضوع صار 40 يوم. الحمد لله، فأنتوا أكثر وأهل، وتعلمنا منكم أشياء كثيرة، وأنتوا أهلنا وليس نقول مقيمين أو عفوا نقول أجانب أو نقول لا، أنتوا أهلنا وعلى رأسنا. يعطيكم العافية، وإن شاء الله كانت هذه اللمسة طيبة. شكرا لكم، مع أخوكم جاسم عبيد مثل ما مكتوب إعلامي تلفزيوني. شكرا.
حياكم الله. نشكركم جميعا على المشاركه، وبنشكر مكتبه محمد بن راشد والاستاذ اشرف العازف الجميل بعزفه وعزف العود والنغمات الجميله. نشكر الامارات انها جمعتنا كلنا اسره واحده من دول مختلفه. نشكركم جميعا على حضوركم وعلى مشاركتكم معانا. قناة أهل الدار